بسم الله، دلوقتي هنشوف موضوع التقاطعات بين الطرق ازاي نعملها في برنامج انفراورد 360. دلوقتي دي المشاريع الموجودة عندي، هتلاقي بعض المشاريع عليها علامة كلاود، معنى كده ان الشغل دوت موجود على شبكة النت وممكن تعمل له داونلود موديل. في بعضها بيبقى مكتوب فيه المسار ومرسوم شكل بيت، ده تعرف ان هو عندك على الجهاز بتاعك. ممكن تختار اي مشروع من دول، او تقول له نيو تبدأ من الصفر، او تقول له اوبن تفتح حاجة موجودة، او موديل بيلدر وهتبدا تختار المنطقه اللي انت هتبدا تشتغل عليها زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت. خلينا نفتح المشروع دوت، او ممكن اقول له ديليت، او ممكن اقول له دوبليكيت، انا عايز اعمل نسخه خليه ده زي ما هو، هعمل نسخه ثانيه، او اوبن موديل. لو دوست برضو مرتين هو هيعمل لي اوبن موديل. طيب خلينا نفتح كده، تمام، وخلينا نرسم تقاطع هنا. هدخل على روت واقول له انا عايز ديزاين رودواي، وهبدا ارسم الطريق مثلا من هنا لهنا، ده الطريق الأول، وهقول له ارسم لي طريق تاني يتقاطع معاه. بالشكل دوت، ونبدأ نشوف التقاطع. تمام، دلوقتي أنا حركت الماوس لتحت، ألاقي في بعض النسخ هتلاقيه بينزل لتحت الأرض، وفي بعض النسخ مش بينزل. تمام، ايه الفرق بقى؟ هو في خاصية بس موجودة في السيتنج قلت نشوفها مع بعض. هنا من قلب سيتنج اند يوتيلتيز بلاقي عندي خاصية في قلب الابليكيشن اوبشن، في قلب النافيجيشن لوك ماوس نافيجيشن اباف جراوند. لو انا شفت العلامة ديت وقلت له اوكي، على نفسي بنزل تحت الارض. تمام، ده ساعات بيبقى عندي شغل، بعض الشغل تحت الارض ممكن يكون فيه مواسير صرف، ممكن يكون فيه اي حاجة، ساعات بحتاج الخاصية ديت. تمام، فهباجي من هنا من سيتنج واقول له ابلكيشن اوبشن نافيجيشن، واشيل العلامة ديت. تمام، وفي عندي يونت كونفيجريشن، دي لو انا عايز اظبط اليونت بتاعتي، سواء مثلا انت شغال بالمتر او بالامبريال، عايز الاسلوب هيتعمل بأني طريقة. طيب دلوقتي لو انا عملت سيلكت على التقاطع دوت، تمام، بيبدأ تظهر لي بعض الخصائص. ده اللاند ماركينج اللي هي الجزء ده، العلامة ديت، تمام، ممكن أكون مش محتاجة أروح شايلها. تمام، اختفت العلامة. طيب أنا بالنسبة لي وهنا هكتب اسم التقاطع دوت، ولو عندي أي ملحوظة هكتبها. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا ادخل هنا في الجيومتري، هقول له الطريق دوت خلي بالك ده مش عربيات بس، ده ساعات بيعدي منه شاحنات كبيره، فغير لي الشكل دوت بحيث ان هو يناسب الحاجات الكبيره. زي ما انت شايف الحجم بتاعه ضرب اهو، بقى حاجه فخمه. تمام، ممكن بس نختار حاجه زي كده، الاقيه بدا يبقى بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل تحليل للطريق او للتقاطع، هاجي هنا في الروت واقول له اختار لي ريفيو اند موديفاي يور ذا واي ديزاين. تمام، بيجيب لي ادوات بتساعدني في مراجعه التصميم او التاكد ان التصميم بتاعي كويس، زي مثلا سايت ديستنس. تمام، بيقول لي علم اي تقاطع مثلا او الطريق، بيقول لي انت عايز تشوف ايه، هل عايز تشوف فورورد من رود 12 ولا باكورد، يعني عايز تشوف اللي رايح ولا اللي جاي ولا انا اتجاه، وهيبقى فيه كنترول ولا فيه ستوب كنترول ولا مفيش، وهيتجه يمين ولا شمال ولا كروسنج، يعني هو جاي من الطريق ده وهيخش يمين ولا يكمل ولا ايه كده. تمام، اقول له مثلا خليها ليفت، واقول له ايه انالايز، فيبدا يشوف هل في مشكله في الرؤيه ولا لا. تمام، طيب خلينا نختار حاجة تانية، خلينا نختار طريق المرة دي. تمام، ونبدأ نشوف الطريق ده هل فيه مشكلة ولا لأ، سواء distance ولا backward ولا forward، وأقول له إيه analyze. هنا العلامة الزرقاء دي معناها إن كله تمام، العلامة الصفراء دي في يعني احتمال
العلامة الحمراء دي في مشكلة لازم تبدأ تحل الطريق. تمام، أخوكم عمر سليم.